تمثل المرأة البحرينية قوة فاعلة في المجتمع البحريني بفضل ما تلقاه من دعم ومبادرات من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. وفي هذا الإطار خاضت المرأة البحرينية في العديد من المجالات التي أثبتت فيها تطورا وقدرة على العمل الإيجابي. أثبتت المرأة البحرينية جدارتها في جميع الميادين، ما جعلها جديرة لأن يتم الاحتفال بها وبإنجازاتها باعتبارها شريكا في الواجب والإنجاز داعما في الميدان. وتنفيذا لمبادرة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بتخصيص الاحتفال بيوم المرأة البحرينية لهذا العام للمرأة المهندسة، كان لوزارة الداخلية إنجازات مشرفة في دخول المرأة البحرينية التخصصات الهندسية المختلفة. وقد عملت وزارة الداخلية وبشكل مبكر على تأكيد دور المرأة في المنظومة الأمنية، فقدمت أروع صور الأداء والالتزام في أكثر من مجال. أنا بدوري كمهندسة في الإدارة العامة للمرور حيث يلتقي الجانب الفني مع الجانب الأمني من حيث تأمين وتسهيل حركة السائقين على جميع شوارع وطرق المملكة، كذلك تنظيم الحركة المرورية عليها وتسهيل الحركة على الشوارع الرئيسية. من صميم عملنا تعاونا مع وزارة الأشغال يتم عمل التحويلات المرورية ومتابعة أعمال التحويلات المرورية على جميع المشاريع والطرق ووضع العلامات المرورية اللازمة، كذلك توفير وتسهيل طرق بديلة للسائقين، كذلك تقييم الطرق الجديدة وحديثة الإنشاء من حيث أمانة الطريق والسلامة المرورية على الطريق. أهنئ المرأة المهندسة بمناسبتها اليوم، وأخص التهاني المرأة المهندسة التي أثبتت نفسها ودورها في كل مجالات خصوصا في المجال الهندسي. مثل ما نشوف أن المرأة اخطفت عدة جوائز ومسابقات وحصلت على عدة تكريمات أيضا داخل وخارج المملكة. بالنسبة لي كمهندسة حاصلة على درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر والاتصالات وفي مجالي الحالي في وزارة الداخلية في إدارة الاتصالات، أقوم بعدة أعمال منها الهواتف والبرقيات والكاميرات المراقبة الأمنية وأجهزة الاستقبال الأقمار الصناعية وشبكات وزارة الداخلية. هذا العمل أضاف لي الكثير وأضاف لتاريخ المرأة المهندسة الكثير من الإنجازات والفخر. المرأة في المجتمع أصبحت ركيزة أساسية في المجال المهني والعملي الذي يتطلب النجاح والتميز في العمل المطلوب منها، وأما في المجال الهندسي أصبحت المرأة نموذج ناجح لهذا المجال. وبالنسبة لي كمهندسة أعمل في الإدارة العامة للدفاع المدني، وإحنا هدفنا حماية الأرواح والممتلكات، وإحنا بدورنا نقوم بدراسة المخططات الهندسية المعمارية والميكانيكية والكهربائية، وتتنوع الأعمال الهندسية ومنها العمل الميداني والإشرافي الذي يضيف إلى خبراتي في العمل الهندسي. يتبادر إلى الذهن في أول وهلة اقتصار الجانب الهندسي للمرأة على تخطيط وإنشاء المباني أو هندسة البرمجيات، إلا أن المهندسة في وزارة الداخلية تجاوزت هذه المرحلة باقتدار من خلال تحدي الصعوبات في اتجاهات أخرى من الهندسة، فهي من تقوم بصيانة الطائرات في تخصص كان سابقا حكرا على الرجل، إلا أن المرأة أثبتت أنها جديرة بالثقة في هذا الجانب الدقيق من الهندسة. شاركت المرأة البحرينية في جميع المجالات والميادين العملية التي تساعد في نمو المجتمع البحريني. إن المرأة البحرينية مكافحة وأثبتت جدارتها على مستوى مملكة البحرين. تخصصي هو هندسة طيران في مجال الكهرباء والإلكترونيات بقيادة طيران الشرطة. وظيفتي كمهندسة العمل على تجهيز وفحص الطائرة قبل وبعد الإقلاع والتأكد من سلامتها وكفاءة الأجهزة والعدادات وصيانتها وتبديل قطع الغيار إذا دعت للحاجة. إن المرأة عندما تتفوق تكون دليلاً على تقدم المجتمع، وهذا ما أثبتته المرأة المهندسة في وزارة الداخلية، فهي أصبحت عنواناً للارتقاء بالعمل الشرطي الماضي في مسيرته خدمة للوطن وحماية لأمنه.